إذن هذه أسباب نصرة الأمة وعزة الأمة، وهذه أسباب تراجع الأمة. والله أريد أن آتي لكم كيف فهم الصحابة الكرام. يعني قد يقول قائل فقط إنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هم اللي فقط أبدعوا وهم الذين فهموا هذا الفهم الصحيح وغيرهم يعني لم يفهم ذلك. نقول لكم لا، هناك كثير من علماء الأمة وحكام الأمة في تاريخها السابق فهموا هذا المضمون على مستوى الحكام، على مستوى الخلفاء، على مستوى العلماء، على مستوى القادة في الجيش، على مستوى الإنسان العادي، فهموا هذه التعاليم وهذه المبادئ الراقية والرائعة في ديننا العظيم. فهذا يعني في ولاية عمر بن عبد العزيز جاءه يعني وفد من سمرقند، أحد القادة، وهو يعني قادة دخلوا على سمرقند، وقتيبة كان قائد الجيش، دخلها عنوة بدون ما يعطي أمر، بدون ما يعطي تنبيه لأهل سمرقند. فأهل سمرقند لأنهم يعلمون عن سماحة الإسلام ورقي تعاليم الإسلام ورقي أصحاب يعني هذا الدين العظيم، ذهبوا وفدا إلى عمر بن عبد العزيز وشكوا ذلك القائد، قائد جيش المسلمين قتيبة. ما الذي حصل؟ أرسل عمر بن عبد العزيز إلى قاضي اسمه جميع بن حاضر الباجي، أرسل له رسالة وقال له اجمع وحقق في المسألة، فإن كان قتيبة يعني كما يقولون فأمره أن يخرج بالجيش من سمرقند. الله أكبر. وعندما تمت المحاكمة في يعني من هذا القاضي، كان حكمه أن أهل سمرقند على حق، وأن القاضي قتيبة، أن القائد قتيبة قائد الجيش لم يكن منصفا، لم يكن يعني اتخذ القرار الذي يتواءم مع تعاليم الإسلام العظيم، فأمره أن يخرج. فعندما رأوا أهل سمرقند هذا الأمر يعني استغربوا، يعني من يفعل ذلك؟ القائد المسلم يخرجه قاضي مسلم، لأنه لم يعني يأتي كما وضع له في مبادئه التي يؤمن بها، أنه يجب عليه أن يعطي أهل سمرقند الفرصة، وأن لا يأتيهم يعني على حين غرة، وأن يباغتهم، وأن يدخل عليهم وعلى رجالهم ونسائهم وأطفالهم، وأن يرعبهم ويخوفهم. أمره القاضي أن يخرج وأن يعود بعد أن يستأذنهم ويعطيهم المهلة، أننا سنأتيكم في يوم كذا، أعطيه مهلة. هذه هي تعاليم الإسلام العظيم. فعندما رأى أهل سمرقند هذا الأمر علموا عدالة الإسلام، وكثير منهم دخلوا في الإسلام العظيم بسبب هذه الحكمة، بسبب هذه المواقف المشرفة، بسبب هذه التصرفات الجميلة من القاضي وقائد الجيش. يعني والله أعلم، لو كان في واحد اليوم إحنا بدخل له بلد، يعني ونحن نشاهد هذه الأيام هناك تصرفات للأسف بدون ما نسمي، كلكم عارفين، بقول لهم يا أخي والله أطفال كثيرين ماتوا بالآلاف، يا أخي لماذا لا نفكر ونعيد التفكير، لعلنا على خطأ، لعلنا على خطأ أن يموت هؤلاء الآلاف من الناس والأبرياء، ممكن يكونوا على خطأ. يقول لك الجواب يا أخي بلشنا ما رح نقدر نتراجع، يعني خليه يموت كمان 100,000 و200,000 و300,000، بلشنا مش قادرين نتراجع. ليش هؤلاء تراجعوا عندما القاضي بيقول له اطلع وليس مسلما في مسلم، كانوا في بلاد يعني غير مسلمة، ورغم ذلك أخرجه القاضي المسلم. والروعة أن القائد الجيش انصاع لأمر القاضي. أين نحن من هذه المفاهيم أيها الإخوة؟ إن كنا كذلك هنيئا لنا، ولكن للأسف نحن على غير ذلك. أيضا قصة خالد بن الوليد وأبو عبيدة رضي الله تعالى عنهم جميعا مع أهل حمص وأهل الشام وأهل دمشق، عندما يعني جاءهم أمر بأن يذهبوا بالجيش لمقابلة الجيش الذي جمعه هرقل لمقاتلة المسلمين، جمعوا أهل حمص وأهل دمشق، قالوا لهم يا جماعة احنا أخذنا منكم فلوس وعشان نحميكم راح نرجع لكم إياها، فرجعوا لهم إياها، رجعوا لهم إياها من أخلاقيات الإسلام العظيم. معنا اتصال ونكمل إن شاء الله. ألو الأخ إسماعيل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم. الله يبارك فيك على هالكلمة الطيبة،
وأنا بحييك وبحيي هالقناة الكريمة الطيبة. الله يجزيك الخير يا سيدي وبارك الله فيك، كل عام وانت بخير، تفضل. وانت بألف خير سيدي. والله يعني بهالكلام هذا فعلا اللي بيعطي الصورة الحقيقية عن الإسلام وعن المؤمنين الحقيقيين، ولكن مع الأسف يعني يتلقى يعني الناس لغة، يعني حقيقة خلنا نحكي بالمصطلح هذا، لغة الهجوم. نعم. مع الأسف يعني. نعم. إن الدين الحقيقي والمسامحة، وإن الله خلق الجميع، يعني خلق. نعم. لو كان لو أراد لهم الهلاك. نعم. يعني لا لأهلكهم يعني، أو لم. نعم. يكثر من ذريتهم. نعم. ولكن يعني سوء الفهم اللي بنحصل عند الأئمة يعني صراحة بالجوامع وبالمناهج يعني حقيقة. نعم. يجب أن تتغير، وأن نتعامل مع الناس أنها مخلوقات من مخلوقات الله عز وجل، وليس إن نخلق يعني إحنا عدائيين أو نحن. نعم. الأول في العالم. نعم. فيجب احترام الرأي والرأي الآخر، واحترام. نعم. الناس والشعوب الآخرين. نعم. لأن الله عز وجل هو الذي خلقهم يعني. نعم. وكما تفضلت الحساب عند الله عز وجل. نعم. يعني يحاسب، وهو صاحب يعني مثل صاحب الدين الصلاحيات هو. نعم. بهذا الحساب. نعم. وأشكرك كل الشكر، وإن شاء الله إنه الجميع يستفيد من هذه الكلام الطيب الكريم. بارك الله وشكرا فيك. لك وحياك الله. بارك الله فيك أخي إسماعيل، الله يجزيك الخير. والله يعني الواحد حقيقة يعني يسر عندما يسمع مثل هذا الكلام. نحن نعم إخوتي، نحن بحاجة إلى تغيير كيف نفهم هذا الإسلام العظيم، تغيير المناهج. ما فيها ولا إشي مناهجنا حتى، يعني للأسف دروس حصص الدين ليس طبعا في الأردن فقط، العالم العربي والإسلامي حدث ولا حرج، بالعكس العالم الإسلامي ممكن يعني أفضل منا درجة حقيقة. يعني هذه المبادئ وهذه الأفكار لماذا لا نركز عليها من أجل أن تكون يعني مبادئ دستور المدينة، لماذا لا يكون يشرح، لماذا لا يشرح في مدارسنا، لماذا لا يشرح لأبنائنا، لماذا لا نسمعه على منابرنا حقيقة. يعني هذه المبادئ التي قرأناها وهي في السيرة، وهي من أهم الأسس التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يسمعها المصلون؟ لماذا للأسف والله عندما تسمع بعض الآراء الفقهية على المنابر، والله يعني ينتابك للأسف الأسف والمهانة والذل عندما تسمع بعض الآراء. يعني نهتم بقضايا بسيطة جدا ليس لها في ميزان الأمم والشعوب شيء، وتراهم يركزون عليها وكأننا يعني أنهينا كل الإسلام العظيم ولم يبقى علينا إلا هذه القضايا. وللأسف هذه القضايا هي القضايا الكبرى التي يجب أن نعالجها من أجل أن تعود الأمة إلى رفعتها. يعني مثلا الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان الذي اقترحه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين جزاه الله خيرا في آخر 2010، وأقر في 2011 يعني يكون كل أول أسبوع من شهر 2 أن كل صاحب ديانة يحترم صاحب الديانة الأخرى. والله تمنيت أن أسمع واحد من مشايخنا على المنابر أن يقول، أن يخطب في هذا الموضوع. للأسف تحدث ورشات عمل في الجامعة الأردنية، في جامعة اليرموك، في بعض المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية، لكنها على مستوى ضيق جدا. هذا الحدث العالمي الذي سيعيد للإسلام عالميته وروعته وتألقه وكرامته لهذا الإسلام العظيم على أسس، يا أخي خلينا على دستور المدينة فقط. والله لم تخرج يعني رسالة عمان ولا كلمة سواء ولا الأسبوع العالمي الذي أقرته الأمم المتحدة، لم تخرج عن هذه المبادئ، أن تحترم الآخر، أن تحترم الآخر لأنه إنسان. لماذا لا نحترم المسلم لا يحترم المسلم إلا من رحم الله؟ لماذا على مسألة فقهية نحن نكفر بعضنا بعضا؟ بالله عليكم بسبب هذا السلوك الذي نشاهده صباح مساء، وتكفير عن نازلة وعلى الطالعة، كيف سنقدم هذا الإسلام العظيم لمن خالفونا في ديننا وعقيدتنا؟ هل نستطيع؟ استفتوا قلوبكم اللي مش قادرين نحل مسألة فقهية، مسألة فقهية على مستوى داخل الإسلام مش قادرين نحلها، فما بالك بدك تروح تخاطب الأقوام الأخرى والعوالم الأخرى، بدك تخاطب الألماني وتخاطب الأمريكي وتخاطب الإيطالي وتخاطب جنوب إفريقيا وتخاطب جنوب شرق آسيا، بدك تخاطب العالم كله. هل سنخاطبهم بهذه اللغة الركيكة؟ هل سنخاطبهم بهذه الأمور البسيطة؟ أين إسلامنا العظيم؟ أين هذا الإسلام الذي يعني كان عندما فهم على الطريقة التي أرادها الله وأرادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما فهم كذلك
سادة وقاد الأمم ودخلت البشرية كلها، يعني إلا يعني إلا من أراد أن يبقى على دينه دخلوا في هذا الدين العظيم يعني بطريقة سهلة. يعني أقوام كانت تدخل بسبب تصرف من مسلم، بنت حاتم الطائي بسبب تصرف من الحبيب عليه الصلاة والسلام، يعني قومها أجوا أسلموا، قرى أسلمت بسبب تاجر مسلم لأنه صادق في أخلاقه وقيمه الرفيعة. أمم يعني من الذي نشر الإسلام في الشيشان وفي جنوب شرق آسيا، وفي من الذي بنى آلاف المساجد الآن في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم كله؟ المسلمون بأخلاقهم وقدوتهم الجيدة وفهمهم الصحيح لهذا الإسلام العظيم، يعني هكذا كانوا. والله هناك كتاب يسمى من روائع حضارتنا لمصطفى، حقيقة يعني مصطفى السباعي، الدكتور مصطفى السباعي، أتمنى أن يقرأ هذا الكتاب من أبناء جيلنا، من بناتنا، من أبنائنا، أن يقرأ هذا الكتاب من روائع حضارتنا، هذه الحضارة التي وضع فيها هذه القصص الجميلة في حالات السلم، في حالات الحرب، كيف كان يتصرف المسلمون في كل مناحي حياتهم، في التجارة، في الاقتصاد، في السياسة، في الحرب، في السلام، في كل شيء. من يقرأ كتاب من روائع حضارتنا؟ والله أن هذا الكتاب فيه سر عودتنا لهذا الإسلام العظيم، لأنه فيه قصص الواقع التي كانت من علمائنا وفقهائنا وحكامنا وأفراد أمتنا عبر السنين الماضية. اقرأوا هذا الكتاب من روائع حضارتنا للدكتور مصطفى السباعي، وستجدون فيه فوائد عظيمة، فوائد